بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم واهلا على قناتكم شرح زي التعليم. والنهاردة بنكمل الموضوع اللي احنا بدأناه في الفيديو السابق، وهو موضوع كيفية شراء وبيع الاسهم في البورصة وازاي بتختار السهم المناسب. النهاردة بنتكلم عن المؤثرات اللي بتأثر، سواء بتأثر على البورصة ارتفاعا وانخفاضا ككل، البورصة ككل، وهي ايه هي المؤثرات اللي بتأثر على السهم اللي انت عايز تشتريه او بتتابعه، سواء بتأثر عليه بزيادة سعره او بانخفاض سعره. قبل ما نبدأ في الموضوع بتاع النهاردة، ندعوك للاشتراك في القناة. والاشتراك بسيط، بيظهر لك علامة زي دي، بتضغط على سبسكرايب ثم او اشتراك، ثم بتضغط على الجرس، رمز الجرس، ثم بيظهر لك مربع حواري، بتعلم على المربع ده، وبعدين بتكتب بتضغط سيف او حفظ، وبكده بتكون انت اشتركت اشتراك صحيح، واي فيديو بيصلك تنبيه على الايميل بتاعك. طيب النهاردة زي ما قلنا هنشرح ايه اللي بيأثر على السهم، سواء تأثير، وايه اللي بيأثر على البورصة عامة. دي البورصة المصرية، ما تفتح الصفحة كده بتلاقي فيها اخبار، جزء للاخبار بتاعت البورصة، دي البيانات واخبار البورصة، البيانات الصحفية واخبار البورصة، دي اخبار البورصة عامة. بيجب عليك كتاجر في الاسهم انك تتابع هذه الاخبار، وايضا اخبار الجلسة بتاع اليوم اللي هي جلسة اليوم، يعني بتتابع برضو اخبار الجلسة، بتعرف ايه القطاعات اللي اسهمها زادت وايه القطاعات اللي اسهمها نزلت. كل ده بيجب انك تهتم بيه. هنا ايضا حتة مهمة جدا، وهي القطاعات. هنا هنا عن البورصة، هنا التداول، المنتجات والخدمات، والركن التعليمي، هنا افصاح الشركات واخبار الشركات الاعضاء والقوائم المالية واخبار القيد. لما بتضغط هنا على افصاح الشركة، افصاح الشركات واخبار الشركات الاعضاء، بتجيب لك اخبار كل شركة من الشركات. فهنا بنضغط على اخبار الشركات، بيفتح لك صفحة اخبار الشركات. معلش النت بطيء، عاد يعني حاجة لا تطاق، دقيقتين ويقطع دقيقتين ويقطع. شركة دي داتا من أسوأ شركات تقديم الخدمات النت في مصر. هنا بيقول لك مثلا حظر استعادة شركة أرباح لتداول الأوراق، حظر استعادة شركة كذا، وقف شركة كذا، منع شركة كذا، دي الشركات الأعضاء في البورصة. هنا بيانات قلنا صحفية أو أخبار، برضو تعديلات على قواعد إصدار وتحويل البورصة، دكتور سحر نصر تشارك في اول اجتماع، ده برضو يجب انك تكون على اطلاع به. هنا ايضا بيانات السوق، التداول، القيد، القواعد عن البورصة. تيجي هنا للقطاعات في بيانات السوق، هنا القطاعات، متابعة السوق اليوم، المؤشرات، القطاعات. هنا لو ضغطت على القطاعات فبيجيب لك اخبار القطاعات، بمعنى ده اسم القطاع، البنوك، ده المواد الاساسية، ده الكيماويات، التشييد والبناء، الخدمات، الاغذية والمشروبات، الرعاية الصحية، خدمات ومنتجات صناعية، غاز وبترول، منتجات منزلية. هنا الشركات اللي بتشتغل، فمن خلال السهم ده مثلا قطاع البنوك النهاردة نازل، قطاع الموارد الأساسية طالع بنسبة 1.46%، ده التشييد والبناء قطاعه نازل. هنا الرعاية الصحية والأدوية قطاعه طالع بنسبة 28% زيادة.
ده بيهمك في ايه؟ بيهمك في انك لو انت عندك سهم بينتمي الى هذه القطاعات بتستطيع انك تعرف اخباره. ايضا لو انت ناوي تشتري سهم معين فبتشوف السهم ده بينتمي الى اي قطاع من هذه القطاعات، وبتقدر تشوف القطاع ده طالع ولا نازل. يعني هنا مثلا عندنا اتصالات، قطاع الاتصالات طالع بنسبة 7.68%، ده ارتفاع جامد جدا. هنا ده بالنسبة للأخبار، ده بالنسبة للمؤثرات على السهم نفسه. أيضا اللي بيأثر على السهم ويجب إنك تتابعه أيضا أخبار الشركة بتاعة السهم، أخبار الشركة بتاعة السهم. فلو ضغطنا على الأسهم هنا، وهنا جبنا قلنا جميع الأسهم علشان نجيب الأسهم وناخد مثال. هذا الأسهم، ده مثلا المصرية للمشروعات السياحة والعالمية، وهنا الدولية للمحاصيل الزراعية. طبعا طلع نسبة التغيير فيها طالع النهاردة بنسبة مثلا 3.48%. عايز انا اشوف لو انا ليا سهم في الدولية للمحاصيل الزراعية وعايز اشوف اخبار الشركة، هنا بضغط على العلامة اللي هي الكرة الارضية دي اسمها اخبار الشركة. بدخل على اخبار الشركة وبشوف الاخبار اللي الشركة عرضاها. مفيش هنا خالص الا نموذج تقرير افصاح الشركة عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين، ده اخر الاخبار بتاع الشركة اللي هو نموذج تقرير الافصاح، ده بتاريخ 12/7/2017، ده الخبر عن الشركة دي. ترجع تاني عايز تجيب اخبار عن اي سهم اخر بالنسبة للأسهم، بتضغط على قلنا بتجيب السهم أي سهم من ده، بتضغط هنا بالم هيلز للتعمير، بتضغط على كلمة على زائد وبتجيب هنا الأخبار. ده هنا جايب أخبار في 31/7 بيان من شركة بالم هيلز للتعمير بشأن قروضها البنكية، ده الخبر ده لسه النهاردة. بيان من بالم هيلز للتعمير بخصوص القوائم المالية المجمعة والمستقلة. فهنا بتشوف الأخبار بتاعت الشركة. لو ضغطنا على الخبر بتاع النهاردة بيقول لك ورد بيان من شركة بالم هيلز للتعمير بشأن إنهاء المفاوضات مع مجموعة من البنوك المقرضة والحصول على موافقة تخفيض أسعار الفائدة على الجزء الأكبر من محفظة القروض. يعني الشركة جايبة قروض من البنوك وبتتفاوض لخفض أسعار الفائدة، وطبعا الخبر ده طبعا مأثر على السهم بتاع الشركة وبتاع بالم هيلز. علشان كده الخبر النهاردة اللي نازل ده أثر على السهم اهوت. ده سهم بالم هيلز مأثر عليه اهو، ومنخفض بنسبة 32%. فده بيبين لك ازاي ان الخبر بتاع الشركة بيأثر على السهم بتاع الشركة. اما بقى لو جينا للأخبار العامة اللي بتأثر على أسهم البورصة عامة أو في المجمل، فهي بتبقى أخبار أحداث سياسية، أحداث زي حوادث الإرهاب طبعا والحوادث التفجيرات وما شابه. طبعا بتبقى في أيضا قوة الاقتصادية للدولة، يعني خبر زيادة الاحتياط الأجنبي، زيادة الاستثمارات، الكلام ده كله أو انخفاضه.
الكلام ده كله بيأثر على الأسهم، لأنه بيعطي ثقة للمستثمرين اللي في البورصة إن هم يشتروا الأسهم. فلما بيشتروا الأسهم، الأسهم سعرها بيزيد. لما بيحصل هزات اقتصادية أو عدم ثقة في الاقتصاد في أي دولة، بيبدأ المستثمر يبيع السهم ويهرب من السوق دوت، فبتبدأ الأسعار بتاعت الأسهم في البورصة بتنخفض. دي المؤثرات اللي بتأثر على السهم وبتأثر على البورصة عامة. ويجب عليك كرجل أو مساهم بتشتري وتبيع في البورصة وبتتاجر في الأسهم، إنك تتابع كل هذه الأخبار، لأن الأخبار دي مهمة وبتعطيك رؤية إمتى تشتري وإمتى تبيع. نرجو إن نكون وضحنا الصورة كلية في الفيديو ده والفيديو اللي فات عن الأسهم، وأعطينا فكرة ولو بسيطة للي عايز يتاجر أو يدخل في سوق الأسهم أو بيع وشراء الأسهم. والنصيحة الأخيرة إنك لا تحاول أن تدخل بدون معرفة، لأن هو ده في مخاطرة كبيرة. أتمنى لو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا بلايك، ونتمنى الاشتراك، وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.